مشهد يمثله منشد الانتفاضة العراقية حيدر حسن التميمي الذي قدمناه هنا في التغيير منذ الأسبوع الأول للتظاهرات السلمية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ونقدمه الليلة في آخر أناشيده من أعلى عمارة الحرية المطعم التركي سابقا. يرفرف في السكون وبيرق ما كان يوما بالهواء مقيدا، بغداده للثائرين منارة تبقى وصوت الحق فيها رددا. علم يرفرف في السكون وبيرق ما كان يوما بالهواء مقيدا، بغداده للثائرين منارة تبقى وصوت الحق فيها رددا. وبكربلاء 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 ترى حسينا واقفا، رجل إلى الإصلاح كان ممهدا. أعني العراق بمائه وسمائه وترابه رغما على أنف العدا، يبقى لأحرار العقول معسكر وكنيسة للعابدين ومسجدا.